بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، هو مديني الجاربج في كانتري معين اللي هي 6 بوينت الكوست بتاعتها 6.958 تايمز 10 باور 10 باوندز، والبوبيوليشن السكان الموجودين قال لي إن هم 4.57 تايمز 10 باور 6 بيرسون. هو طالب مني إيه؟ What was the number of pounds per person؟ كلمة بير دي مهمة جدا، كلمة بير دي يعني معناها اعمل ديفايد. كلمة بير دي معناها اعمل ديفايد. طب اعمل ديفايد لمين؟ هو قال لي pounds per person، يعني انت هتعمل الباوندز ديفايدد ما الاوفر يعني ديفايد البيرسون. طيب الباوندز عندي كام؟ عندي 6.958 times 10 power 10. انا عايز اعملها ديفايدد البيرسون اللي هو 4.57 تايمز 10 بار 6. والله لو انا الكالكوليتر بيرميتد دي كانت سهله. ليه؟ اولا 10 بار 10 ديفايدد 10 بار 6 دي هتديني 10 بار 4 لان هي عامل ماينس باوندز، وكنت هعمل النمبر ده ديفايدد ده وده بالكالكوليتر واطلع الانسر. لكن لو الكالكوليتر از نوت بيرميتد هضطر اعملها لونج ديفيجن. طب لونج ديفيجن اعملها ازاي؟ سهله برضه اهي، يعني اصور دي الاول وبعدين اعمل اللونج ديفيجن لوحدها في بيج لوحدها، لان اللونج ديفيجن هتاخد مكان جامد. اهي اهي انا كاني عايز اعمل بقى ايه، كاني عايز اعمل النمبر بتاعنا اللي هو 6.58 6.958 عايز اعمله ديفايدد 4.57. طبعا دي لونج ديفيجن جدا. طب اعملها ازاي؟ قال لك بسيط، الاول حرك البوينت هنا في اللي هو اللي نقدر نقول الديفايزر اللي هو ده، وده طبعا الديفايدر او الديفيدند. لا انا حرك البوينت هنا الاول تو ديجيتس اجيبها هنا بقت 457 والبوينت جت هنا في الاول ما عادش لها لازمه. طب انت حركت البوينت هنا 2 ديجيتس لازم تحركها هنا 2 ديجيتس، يبقى بقى ده الديفيدند بتاعي بقى 695.8. كان المساله كده. هنعمل ده ديفايد ده بقى بالباي وزود كالكوليتر او ايه لونج ديفيجن. هعمل كده او نكتب هنا 695.8 واعمل هنا 457. هنعمل حركه حلوه قوي سريعه جدا، هنعمل تيبل بتاع النمبر 457. طب اعمل التيبل بتاعه ازاي؟ هنعمله تايمز 1، بعدين هنعمله تايمز 2، وبعدين هنعمله تايمز 3، تايمز 4، تايمز 5. المفروض اعمله لحد تايمز 9، بس انا ممكن اعمل لحد تايمز 5 ولما احتاج ابقى ازود. هنشوف ليه بقى كده. لو انا عملت ده تايمز 1 هيديني 457، بدل ما اقعد اعمل تايمز واضيع وقت كل مره اعمل بلس ل 457. لان فعلا لما انا اجي اكتب التيبل بتاع 457 كل مره انا بعمل ايه؟ each time we add 457. طيب 7 plus 7 14 4 and carry up 1. 1 plus 5 6 plus 5 11 1 and carry up 1. 1 plus 4 5 plus 4 9. ارجع اعمل اللي يطلع اعمله بلس ده 4 plus 7 11 1 and carry 1. 1 على 5 6 1 7 9 plus 4 15. ارجع اللي طلع ده اعمل له بلس ده 1 plus 7 8 7 بلس 5 12 وقد كاري اب 1 1 على 4 5 و30 18. كفايه كده ونشوف لو احتاجنا تاني. لما اجي اعمل ديفايد بقى ال 6 مش هتنفع ديفايد النمبر ده، ناخد ال 69 مش نافعه، ال 69 اصغر من النمبر ده، ناخد ال 695. طب 695 ادور عليها هنا في النمبرز دول، والله لو لقيتها اوكي، انا مش لاقيها، مش لاقيها في الانسر، اقوم مدور على نمبر اكبر منها وارجع للي قبل. ازاي يعني 695 النمبر 900 ده اكبر منها، ارجع انا للي قبل اخد ده، مش اخد هو بقى، اخد اللي قبل عشان اللي قبله يبقى اصغر. ال1 ده هي جت منين؟ ان انا عملت تايمز 1 اداني ده، نكتب ال1 فوق هنا قبل ما انسى البوينت احطها هنا عشان ما تنساش البوينت فوق البوينت، والنمبر ده كده تحت هنا، وابتدي اعمل ماينس 5 ماينس 7 مش هنا بور 1 من ده، ده بقى ايه؟ ده بقى 15.
15 ماينس 7 يدينا 8، 8 ماينس 5 يدينا 3. طيب وبعد 6 ماينس 4 يدينا 2. بعد ما اعمل كده بقوم منزل مين؟ بقوم منزل الديجيت اللي عليه الدور اللي هو ال 8، اعمله دوت. طب النمبر ده هل موجود هنا؟ لا مش موجود. ندور على واحد اكبر منه ونرجع للي قبل. طب بس انا ما جبتش لسه، خلاص نكمل بقى، نرجع نعمل ده بلس ده هيديني ايه؟ 8 بلس 7 15، فده الفرق 1، 1 بلس 5 6 بلس 2 8، 4 بلس 18 22. طب لسه ما وصلناش برضو، ده 200 لسه، نكمل نعمله بلس ده، نعمله 10 6 10 7 مثلا، 5 بلس 7 12 تو اند كاري اب 1، 1 بلس 5 6 و 8 14 4 اند كاري اب 1، 1 بلس 4 5 و 22 بقى 27. لسه نعمل بلس 2 بلس 7 9، 5 بلس 4 9، 4 بلس 27 هيدينا 31. عديناه كده. النمبر اللي طلع ده اكبر من ده لان ده 3000 لكن ده 2000. خلاص مش هناخد ده بقى، هناخد اللي قبله. بس ده 2700 كبير برضه عن ده. طيب يبقى ده ايه؟ كبير عن ده. طيب ناخد 2200 ده اللي اصغر منه. يعني انا طول ما النمبر اكبر من ده لا مش هينفع. طب ليه بناخد الاصغر؟ عشان انا عامل ماينس، لازم يكون اصغر. طب ناخد ده، يبقى انا هكتب بقى ايه؟ ال5 دي فوق، 5 دي اكتبها اب، وده كده تحت 2285. طيب هبتدي اعمل ماينس، 8 ماينس 5 3، 8 ماينس 8 0، 3 ماينس 2 1، 2 ماينس 2 0 ما بيتكتبش. طيب انا بقى لو قعدت اكمل احط 0، يعني ممكن اقعد اكمل احط 0 وكلام زي كده، يعني احط 0 هنا وانزله هنا وادور على ده تاني 1030 مش لاقيه. طب مين اللي اكبر منه؟ ده. ارجع للي قبله اللي هو ده 2 مع 914، اكتب ال 2 فوق عشان هو بيقول لي ابروكسيميتلي بقى. هي طبعا كده انفينيت ديفيجن مش هتخلص، 10 ماينس 4 6، 2 ماينس 1 1، وده هيبقى 1. المفروض احط 0 تاني وانزله، فانا كده مش هنخلص. فانا كفايه طالما بيقول لي ابروكسيميتلي، كفايه ان انا جبت 1.52 دي او 1.5 كانت كفايه، يعني هو طلع لي ابروكسيميتلي 1.52. بس نرجع بقى لمسالتنا، انا مسالتنا كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل 6.958 تايمز 10 باور كام؟ راجعها بس كده دقيقه، كانت تايمز 10 باور 10 ديفايدد 4.57 تايمز 10 باور 6. طيب انا لما عملت ده ابروكسيميتلي اداني 1.52، وده طبعا 10 باور 10 ديفايد 10 باور 6 هتيجي 10 باور 4، يعني بعمل ماينس للباور، يبقى دي الانسر المطلوبه. وطبعا انا كده جبتها ايه؟ هو كان طالب باوند بير بيرسون، ممكن اكتب هنا باوند بير بيرسون. طب هل لو عكس قال بيرسون بير باوند كنت هعمل ده اللي ديفايد ده؟ دي الفكره بتاعتها. طبعا هي كانت متعبه ليه؟ عشان الكالكليتور از نوت بيرميتد. لو الكالكليتور از بيرميتد كنت عملت دوت ديفايد ده بالكالكليتور على طول وخدت اجابه ابروكسيميتلي ان 1 بوينت وجنبها مثلا 2 ديجيتس وخلاص. لكن هو التعب كله عشان هي كالكليتور از نوت بيرميتد. لما اجي احل بقى ساينتفك نوتيشن بس بلس لازم اعمل ايه؟ لازم اخد كومن فاكتور الاول. يعني افتح براكت كده، انا ملاحظ هنا 10 باور 4 وهنا 10 باور 4، ناخد 10 باور 4 كومن فاكتور. المساله دي المفروض تتعمل ديفايد عليها. انا لو عملت المساله دي ديفايد 10 باور 4، ال 10 باور 4 هتتكنسل مع 10 باور 4 هتفضل 4.7. والمساله الثانيه دي المفروض تتعمل ديفايد عليها، لو انا عملت ديفايد 10 باور 4 هتتكنسل مع 10 باور 4 هيتفضل 8. طب نبتدي نعمل دول بلس. اما اجي اعمل دول بلس في ناس بيعمل الهول مع الهول وخلاص، 4 بلس 8 12 وبعدين ينزل ال 0.7. طيب وفي ناس يقول لك لا انا هحط بوينت و0 اضمن، طالما ده عنده بوينت و1 ديجيت احط ده بوينت و0، ويبتدي يعمل 0 بلس 7 7، 8 بلس 4 12 تمام تايمز 10 بار 2. بس دي كده مش ساينتفك نوتيشن لان النمبر ده 12 مش هينفع. فمضطر ان انا احرك ايه؟ احرك البوينت ناحيه الشمال وليفت كده تيجي هنا يبقى 1.27. طب حضرتك حركتها كام ديجيت؟ حركتها 1. انت حركتها تو ليفت، طالما انت اتحركت تو ليفت لا زود لي الباور.
يعني انت حركتها تو ليفت وان ديجيت زود لي الباور 1. طب لو انت العكس حركت تو رايت، لا نقص لي الباور 1 العكس. يعني المفروض الليفت هو اللي نقص والرايت هو اللي زود، لا العكس، الليفت هو اللي هزود والرايت هو اللي هنقص. فخلاص يعني كده انا اتحركت تو ليفت، يبقى الرايت دي هتزيد 1، الباور هتزيد 1، يبقى 10 تايمز 10 باور 5. يبقى لازم في مسائل البلس او الماينس اخد كومن فاكتور الاول. طب لو جينا نبص على اللي بعدها دي، ده 10 بار 3، دي 10 بار 3، هاخد 10 بار 3 كومن اهو، هبتدي اعمل ده بلس ده. من الاخر ده لو اتعمل ضفير 10 بار 3 هيتفضل ده، ده لو اتعمل ضفير 10 بار 3 هيتفضل ده، نعملهم بلس. اصلا هنا 2 ديجيتس وهنا 2 ديجيتس، يبقى 1 بلس 8 9، 2 بلس 0 2، وحط البوينت 2 بلس 7 9 تايمز 10 بار 3. طبعا دي ساينتفك نوتيشن جدا، لان في هنا 9 في هنا 9، يبقى دي كده تمام. دي دي جالي ماينس ستانس 10 بار 8، هاخد 10 بار 8 كومان بره، لازم احلهم كلهم عشان اقدر اعرف هو كان بيسالني مين اصغر واحد. طيب هتفضل النمبر ده، هتفضل النمبر ده، هنعمل ماينس 3 ماينس 3 0، 3 ماينس 3 0، البوينت 5 ماينس 2 3. طبعا البوينت زيروز ملهاش لازمه، يبقى المساله طلعت الانسر بتاعتها 3 تايمز 10 باور 8. دي المساله اللي بعديها برضو هنا 10 باور 6 كومن اهي، 10 باور 6 كومن، المفروض النمبر ده اللي هيتفضل ماينس 6.7. انا لقيت ده 2 ديجيتس هحط ده 0 هنا عشان يبقى 2 ديجيتس، 5 ماينس 0 5، 3 ماينس 7 مش هينفع، برو من ده بقى ده 8 وده بقى 13، 13 ماينس 7 6، وادي البوينت 8 ماينس 6 يدينا 2 تايمز 10 باور 6. دي الانسر بتاعتي. هو عايزني اقارن بين الانسرز او كومبير بين الانسرز اللي طلعوا في الاربع مسائل اللي فاتوا، فالكومبير اصعب من الحل العادي، يعني اصعب من انك تطلعه. ليه بقى؟ لان اضطر احول كل دول ستاندرد فور. ازاي؟ ده دلوقتي تايمز 10 باور 6، انا ما اقدرش اقارن كده على ال 10 الباورز المختلفه بتاع ال 10 والهول نمبرز اللي هنا مختلفين برضه. فممكن تبقى خدعه ان اقول ال 9 ده اكبر واحد، لا مش شرط، مش شرط. لما نطلع الستاندرد فورم نقدر نقارن. يعني ايه؟ ده كده تايمز 10 بار 6 يعني البوينت اتحركت 4 ديجيتس، 6 ديجيتس اسف، يعني المفروض كده اهو 6 ديجيتس، يعني ادي 2 ديجيتس وادي 4، يعني المفروض هتطلع كده 2650000 والبوينت هتيجي هنا ما عادش لها لازمه. كده ستاندرد 4 ده نمبر على بعض. طب دي 3 تايمز 10 بار 8، المفروض ال 3 قدامها 8 زيروز، ادي 3 وادي كمان 3 وادي كمان 2، يعني لو قسمتهم كده اهو 300 مليون، ودي كانت كام؟ حط كوما افتر ايتش 3 ديجيتس فروم رايت، دي كانت 2 مليون، يعني ده اكبر من ده. حلو، طب تعالى نشوف ده كده، ده تايمز 10 باور 3، المفروض البوينت حرك 3 ديجيتس هتيجي هنا، يبقى بقى 9 290، البوينت هنا ما عادش لها لازمه. طبعا ده 9000 ده صغير جدا. طب تعالى على ده تايمز 10 باور 5، البوينت هتحرك 5 ديجيتس، احط كمان 3 5 ديجيتس تو رايت، البوينت هتيجي هنا 127000، والبوينت كانت هنا في الاول ملهاش لازمه. طب النمبر ده كام؟ اه النمبر ده 1000. اه بص بقى التركه في ايه بقى؟ الناس لما شافت الوان ده قال لك ده اصغر واحد، هو باين هو الوان، لا مش اصغر واحد، لان انا لو جيت اقارن هبص الاقي ايه؟ هلاقي ال 9 دي 1000، هنا في 127000، ده اصغر من ده. طبعا دول بالمليون، هو كان بيقول لي مين اصغر واحد؟ مين بالمليون؟ يبقى الناين اللي احنا اتخدعنا فيها وافتكرنا انها اكبر واحد فيهم عشان ده 2 وده 3 وده 1، الناين طلع هو اصغر واحد، يعني هي دي اصغر انسر. اشمعنى؟ لان ده 9000، ده 127000، ده 300 مليون كبير جدا، ده 2 مليون، يبقى طلع اصغر نمبر فيهم اللي هو ده، اللي هو كان باين هنا اكبر واحد. طيب ولو جينا نشوف اكبر نمبر فيهم يبقى ده كده، هنقول على ده سمولست، وكان بيسالني مين فيهم سمولست، اضطريت احل كل المسائل واحطهم في الستاندرد فورم، وده هيبقى جريتست، هو كان طالب سمولست جريتست، مع ان ما حدش يتوقعه برضه ان 3 لوحدها
ممكن يقول لك لا ده مش شرط يكون جريت، لا طلع ده اكبر واحد فيهم، وده كده انا عملت كومباريزون ما بينهم. هو كان بيقول لي مين السمولست، يبقى هي المساله دي اللي هي 9.29 اللي هي كانت تقريبا اوبشن سي تقريبا، او حسب بقى ما انا ايه اشوفها في المساله بتاعتي.